مش الموضوع هيطلع من الاداره القانونيه ما خلاص. طلعت قالت لنا فيتوريا ملوش شرط جزائي وطلع له. ما انت ما يعني برضو ما في بعض احيان حاجات طب بعد وده تعطيل ده؟ قعدنا شهر ونص اهو لغايه ما الراجل قال لك انا خلاص بهدد ان هياخد هيقدم شكوى للفلوس كلها، فجاه بقى له شرط جزائي. صح؟ مش ده اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا في اول اجتماع في مجلس الاداره قلنا الراجل ياخد حقه، بس مظبوط. الاداره القانونيه قالت لازم ناخد الضمانات الكافيه عشان ما فيش مخالفه ترجع لمجلس لا، الاداره. قالت انه مالوش شرط جزائي. ما انا بقول لحضرتك مش قالت ان اللي هو حصل، ناخد احتياطاتنا، لا قالت مالوش شرط جزائي. هم قالوا لنا كده، احنا حضرتك كنتش معانا. والاستاذ جمال على لا انا بقول بناء على التصريحات اللي صدرت من انا ماليش الاتحاد. دعوه بصراحه، انا بقول لحضرتك اللي حصل استاذ جمال قدامي. علام احنا نفسه طلع بنتكلم، قال مالوش شرط جزائي عندنا. الله اعلم، ما سمعتوش. ما سمعتوش؟ لا بجد؟ كان طالع معاك ولا مع مين؟ طلع عامل مداخلة. معاك؟ أهو استنى، يعني وأنت معايا أهو. هبعت للشباب أهو. انا حاجة اشتغل معاك يا محمد دي كده عشان لا ما أنا خد بالك، أنا عندي هنا جراب، عندي جراب حاوي. أمد إيدي كده أطلع لك. انا عارفك من زمان يعني، مش جديد عليك يعني. احنا عشرة. اه طبعا يا حاج، انت ده تعرف يشرفني. التفاصيل، تحب تعرف؟ لا شرف ليا، تحب تعرف التفاصيل، التفاصيل يعني اه ما تعرف هو في ده اي حاجة شغلنا يعني. يعني، دي شغلنا يعني. انا اقصد الاستاذ جمال علام قال هذا الكلام، وانا اهو بعت للشباب اهو. ثانية واحدة، في اليوم السابع اهو. بص يا كابتن، في اليوم السابع ومن ناحيته، هاتوا يا جماعه الجزء بتاع اليوم السابع اللي هو من ناحيته، اللي هو التصريح الاستاذ جمال علام في اليوم السابع. ومن ناحيته اكد جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري ان الاتحاد تلقى بالفعل انذارا من محامي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبه بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه. واضاف علام في بيان صحفي انت عملتوه ان الاتحاد ملتزم بالعقود التي ابرمها، بدليل انه تم صرف الشرط الجزائي للمساعدين الاربعه لفيتوريا، في حين ان الشؤون القانونيه اهو يا كابتن بالاتحاد قالت ان هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ دون شرط جزائي، وعلى هذا الاساس تم التصرف حيال لا تلك هو كان في القرارات. لبس بس محمد ده في صيغه بند في العقد، ده اللي كان عامل لبس بين ال وقال لك احنا بعتنا لشوف رضا تقول لنا عشان رايح دماغنا، والتوصيه قالت ليه لكم ادفعوا. ليه ولا ملهوش يعني. ايه؟ كان في لبس في موضوع صيغه البند من البنود يعني. وفي بطولات اهو اتحاد الكره يرد على تهديد محامي فيتوريا ليس له حق في الشرط الجزائي وننتظر قرار الوزاره برضه اهو. فاقصد ان الاستاذ جمال علام هو اللي قال يعني، لكن في الاخر طلع انا في الاخر يعني ان ياخد الشرط الجزائي بتاعه ونخلص من الوش ده يعني ما فيش مشكله. لا الحمد لله احنا حتى خدنا قرار ان هو يتاخد كله، حتى التقسيط اللي كان متفق عليه ان هو ياخدهم كلهم مره واحده. ما هو تقسيط ايه بقى؟ ما انتوا احنا في شهر 5، كان زمان التقسيط خلص. كان المفروض 3 شهور كل شهر يعني. طيب انت جاي تديه له كاش، ما انت فاضل له، عشان فاضل له شهرين، هياخد شهرين وخلاص. خلاص تقسيط بقى ماشيها يا محمد بيه بقى خلاص. مش التقسيط يبدأ من فبراير؟ فات فبراير ومارس وابريل، هتقول لي تقسيط من ده؟ خلاص ما انت قسطت لا كده مارس كده وابريل ومايو. ماشي يعني، هياخدهم ماشي. كاملين الشهرين لا كمل يا يعني، هتبسطوه يعني قبل العيد الكبير. لا ماشي ياخد حقه ولا هيتشطه ولا بتاع. طيب، انا اقصد كده يعني، يعني لو الاسراع في الشؤون القانونيه يبقى افضل في القضايا اللي زي دي الجدليه كمان يعني. وبعدين بقى انا عايز احل المشكله اللي بينك وبين ايمن الشريعي دي، اعمل ايه يعني؟ ليه يعني ليه في دايما توتر في العلاقه بينكم؟ حتى انا مش والله عايز ارجع، ولا مش عايز كلمته. ارجع للاسباب، انا ما اعرفش الاسباب ومش عايز اعرفها، بس ليه يعني انا بشوف دايما انه من الافضل يبقى في حوار وتواصل ووجهات نظر متبادله، ده رئيس النادي وحضرتك عضو مجلس اداره. اسأل الناس عنده في قطاع الناشئين، رئيس قطاع الناشئين او الاداريين، اي حاجه بيطلبوها ما دام لهم حق فيها بنمشيها لهم على طول يعني. الايه؟ اي حاجه بيطلبوها قطاع الناشئين عنده بيطلبوها ما دام معقوله وعندهم حق فيها بنمشيها على طول يعني، محدش بيعطل له شغله خالص. بس هو انت ملاحظ ان في توتر شويه في العلاقه زي ما احنا ملاحظين؟ اكيد
اكيد طبعا بقى سنه دلوقتي الحاجه يعني. مش كده سنه وامتى في مشكله انه يحصل نوع من يعني بدل التوتر يبقى في اتصالات وتبادل الاراء؟ يعني افرض هو حضرتك اوضح حاجه ممكن مش واصلاك، او انت حضرتك توضح له حاجه مش واصله، ايه المانع؟ ايوه في فرق بس في الخلاف، ان انا اغلط فيك وانت ما تغلطش فيا، في فرق بين الاثنين بس. انت قصدك ان هو غلط انت فيك يعني؟ عارفني راجل طيب وكل حاجه، بس انا في عندي حدود كده، انا بحب زي ما بحترم الناس تحترمني، اللي بيثبت ده العكس اكيد خلاص. اكيد يا حاج عامر، بس انت عندك مانع يكون العلاقه كده يعني يعني؟ انا ما اقدرش عند حد باسمه، حتى لو اصغر مني بقول له يا كابتن يا جماعه، تمام. عارف بيه يعني، فاهم؟ فانا بحب الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع الناس، الناس تعاملني كده، اللي بيثبت العكس خلاص ببعد عنه وخلاص. بس هل في مشكله ان يحصل، اقصد يعني اخش انا اعمل التواصل ده، عندك مانع؟ كنت عملتها في رمضان، كنت خدت صور. ودلوقتي صواب المبادئه، صواب المبادئه. انا بحب دايما الناس تتناقش افضل من انها تتناحر يعني انا دايما بشوف كده يعني، دايما اي حاجه في الدنيا، انا بشوف اي مشكله في الدنيا لها حل لما الناس تقعد، مش كده؟ انا دايما بشوف يعني كده، طبعا طبعا يعني، حتى المشكله الاولى القديمه طالما انا ما كنتش النوايا اعترف فيها صافية. اصلا يعني، ايه؟ حتى المشكله القديمه ما كنتش اعترف فيها اصلا. وان الجروب وما اعرفش المدير الاداري بتاعه اتشال من الجروب والقصص الموضوع انا ما كنتش فيه اصلا طرف في الموضوع يعني. يعني حضرتك ما عندكش مانع. اخد حقي ان شاء الله، ما عنديش مانع طبعا. يعني مفيش مشكلة. طب ده شعور كويس طبعا، مشكله، ربنا والامور يخليك. تمشي في هذا الاطار.